السلام عليكم، انا سميتي عيش جلي احمد. انا خويا عندي واحد المشكل مع واحد مول الحانوت، تيقولوا لي العسكري تنصيفط الدريه الصغيره هي هنا تنصيفط عنده باش تسخر ليا. هاتي ما تيشد تيبقى يقول لها في الهضره الخايبه هي تيحلف لها باش ما تقولش لي حنا داكشي. مني نهار الاثنين، نهار الاثنين هذه ان شاء الله هاد اللي داز مشيت عنده قال لها الهضره الخايبه. مني صيفطت انا نجيب مونا داكشي تعطلات هي في الدار. صيفط مع خويا فيصل، هو في صدر الدري، صدر الدري للحانوت الاخر، صيفطوا للحانوت الاخر وخلى الدريه عنده. وعيط لي انا في التليفون قال ما عنديش ابو الحبش، ما عنديش ابو الحبش الحليب، راه صيفطت لك فيصل الحانوت الاخر. مني جا فيصل قلت له الدريه تعطلت سير شوف لي بنتي فين هي. مشى لقى عنده لداخل، داخل عنده، جا عندي قال يا بابا داخل ما عرفتش يدير ليها. مني شديت الدريه جاية تتفتف، قلت لها مال؟ قالت يا بابا ما دير لي والو، عيناتي يدمعوا من هنا تينفخوا عليها الكارو. مني تسولي تما قالت لها تيقول لي هانتي اريا نوصلك، اريا ديالك اللي حسولك، اريا ندير لك، اريا نفعل لك. تي دابا راه غندير لك بحال مرتي بوشرى، دابا راه تنتحكك عليك، وين دابا راه غنولي ندخلو تيكبر لك ديالك حاشاكم وغادي نفعل وغنترك. مني عيطت للبوليس، عيطت لرجال الامن، ما جاوش. عيطت ل 523 ديال 53 اللي تيتصنت لي انا وكيل جلاله الملك، ما بغاوش يجاوبوني فيها. عيطت ل 19 ما بغاوش يجاوبوني فيها. من 10 وشي حاجه وانا تنعيط لهم حتى ل 12 عباش جاو عندي. هو بغى يهرب ليا وداك الشيء راك عارف هو ملي داير داك الشيء ولا باغي يهرب. شديته انا ما خليتوش يهرب، ديت عليه بالحجر باش يبقى واقف. جاو البوليس هودوني انا وياه، هودونا للسانكيام اللي في السماء على البيرمانونس. بديت نغوت انا على حقي، تنطالب بحقي وبنتي باش انا خاصهم يطلعوا ديك الساعه. هي الفرج ديالي ديك الساعه باقي حمر وهي بالك الساعه باقي مخلوعه. تقول لي مودي شوفوا لي حقي مع بنتي، راه كاين كاين. شدوني هنا داروا لي المينوط مونطوني، داوني لابيجي، لابيجي الكبيره الولايه، دخلوني سدوا عليا. بقيت تنغوت لهم تنقول لهم ودي راه بنتي راه تكرفس عليها، راه واقع، راه ماشي هي، راه دريات اخرين خاصكم تحقوا معاه. ما تصنتوش ليا انا المراه ديالي والدريه، الدريه الصغيره القصير اللي عندها 8 سنوات تاهي خلاوه في الكوميسيريه حتى 7 ديال الصباح، باتوا في الكوميسيريه حتى 7 ديال الصباح. مني انا خلاوني تما، جابوا توا حتى 7 وعمروا لي انا، عمروا لي انت اللي عمروا لي انا، عمروا لي السكر وعمروا لي داكشي ديال الجنايات. يعني انا اللي خصني نمشي للحبس وداروا لي هذه، يعني الحانوت ديال شي واحد اخر، هو الحانوت ديال العسكري، هو اللي كاين فيه العسكري، هو اللي كاين تم. من اخويا مشيت تما ضربت انا 48 ما طلقوني حتى الخمسه ديال العشيه، هو فاصل معاهم خرجوه. مني خرجت انا قالت لي المره ديالي ودي راه خرجوه. جيت للسيناف لقيت واحد الضابط شاب، سولته قلت له ودي بغيت ندخل على التحقيق اللي دازت عنده بنتي اليوم، قال لي كل شيء مشى ما كاينش. مشيت للولايه بغيت ندخل عند ولي الامن، قال لي البوليسي اللي في الكاريطه، قال لي ما كاينش ولي الامن ما كاينش، كل شيء ساله، سير ديال السماعله. مشيت ثاني رجعت لديال السماعله قلت له ودي انا راه ولي وقع لي المشكل نهار اثنين، هذاك السيد خرج قال لي حنا الهضره ما نتصنتوش ليه، سير طلع للمقاطعه اللي محسوبه عليكم. طلعت المقاطعه ديال ميمونه، دخلت عند الرئيس ديال الدائره، دخلني السلام اش واقع؟ قلت له رئيس الشاف راه وقع كاين كاين. قال لي خليتها الغدا مع الثمانيه وجي عندي. شديت اخويا دوك الوراق، يعني ما كاينش الحق، ما باش لي الحق فيهم، هزيتهم جيت. مشيت اخويا درت هاد الشكايه، هاد الشكايه درتها هي فين هي؟ درتها للوكيل العام ديال الاستئناف، الوكيل العام ديال المحكمه، يعني بغيت ندخلها ليه. مني مشيت استقبلوني الناس لتحت، عاودت لهم هذاك الشيء لافير، الدريه البنيه معايا هي جايبه معايا، طلعوني الفوق. قال لي ذاك البوليسي ثاني اللي لقيت البارح مني خرج هو اللي لقيته تم، قال لي اش عندك؟ قلت له ودي انا اللي جيت اياه. قال لي عرفتك انت اللي جيتي البارح، دابا شنو؟ قلت له باغي ندخل عند الوكيل العام لجلاله الملك ديال السيناف. قال لي بلاتي برك تما، انا نعطيكم البنيه تاع هي غتستمعوا ليها دابا وغتسمع بودنك داك الشيء تتقول، يعني ماشي هي، ماشي تنهضر معاكم انا، ماشي الابنه ديالي الصغيره اللي تعطي لها هادشي. كاع الابناء الصغار كاين تما كاع دوك القاصرين تيغرهم بموات دانونات. مني تيعطيهم هذاك الشيء تيقول لهم الله كلوا هذا الشيء وسيروا تنغداو ونعاود لكم هذا الشيء ثاني. هو الشيء اللي قلتوا لباكم ولوالديكم راه غادي نصيفطهم للحبس وانتم راه غنذبحكم. ونهار نهار اللي داوني انا وياه الاثنين، نهار داونا للسانكيام اللي سمع لك تيتحلف عليها بحال ما كو قدام الامن، كاين شي 16 بوليسي اللي واقفه. ومني تمشي عندهم تنقول لهم تيتحلف عليها تيقول لك علي بعدي منه دوزيك وطي شوفي فيه في العواد اللي غيطلعوا بنتي انا يجي يشوفوا لي داكشي اللي وقع لي في الفرج ديالها. طلعوا هو السبيطار، هو اش فيه باش غيطلعوا السبيطار؟ انا شنقت لي تجاو هما، انا الوقت اللي جريته من الحانوت طاح هو الكونتوار، جا بنادم هو اللي شدو بغا يهرب ليا. تجاو مني ما جاو هما، ما جاو هما قال لهم راسهم ما بغاوش يدخلوا هي. انا غدا ان شاء الله تنطلب من الراي العام ومن جلاله الملك من اللي يمكن لبهذا الشيء هذا، الله ينصرك يا جلاله الملك، تاخذ لي حقي مع السيد ولا راه غنشي الفيه العافيه قدام المحكمه. من الوالدين تطلب من الراي العام ومن جلاله الملك ياخذ لي حقي في السيد ولا غناخذ ولدي. الدري انا صباح تنقول لي سير تلعبي، قالت لي لا ما غيقتلني، قالت لي راه غيقتلني، قالت لي تيتحلف لي في المحكمه غيقتلني. واش هما
دابا اللي بغى يدير شي حاجه يتخلص ويمشي يدير شي، انا كنت ضابط القضاء اي حقت معاه راه غيوريهم حوايج اخرين، غيوريهم قصيرات اخرين، والقصيرات اللي تيدير لهم هاد الشيء 9 سنين 8 سنين الى فاتت 10 سنين، هو عارف هاد القصيرات اللي تيدير لهم. والبوليس الامن الوطني اللي شدوني انا ويا ذاك النهار جاو عينوا المحل ديالو هو الحانوت اللي ساكن فيه، لقاو منطق ولقاو المسند، قالوا لي هذه شتدير هنا؟ قال لي ما تنبات فيه. انا قال لي راه ساكن في جزيئات بن قاسم ما تنبغيش نمشي. قالوا لي انت باقي حال في هذا الوقت هذا دير؟ قال لهم لا راه لقيتوني باغي نسد، جا عندي هو. وهادشي اللي كاين، الله يرحم لك الوالدين، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يرحم الوالدين. وتنطلب من الراي العام يشوف لي في هادشي هذا. هاي البنيه ديالي القصير اللي عندها دابا تتراوح العمر ديالها ما بين 8 سنوات، هي غتعاود لكم الواقعه بالفم ديالها كما قالت الامن وقالت الوكيل وقالت داكشي، هي غتقول لكم حتى انتوما. تنسوا الدريه سميتك بنتي عائشه عجاد. مالك ما مني سخرتك بوك العسكري؟ كان كيقول لك كان تيقول لي غادي نمص. ما تكذبيش داكشي اللي كاين قولي. قال لي غنمصلك وغادي نبوسلك. اه ومن بعد قال لي الهضره خايبه وحشمت نقولها لكم. شي قلت نعطيك؟ تعطيني الفانيد. واش ثاني؟ وبي موات. مني تتكمل داكشي شي يقول لك سيري؟ شي يقول لك؟ شي يقول لي يلاه سيري شات كبر وما يكبر لك هذا، خاصك ما يكبر غندير لك هكا وغادي نخشيه لك. هادشي قال لك كيفاش يديروا لك اي خشيك بحال بحال اش قال لك تيدير هادشي؟ لمن تيدير هو هادشي باش غيدير لك تيكواك؟ مرسو بوشرى. مرسو بوشرى؟ اه هو تيقول لك مرسي بوشرى. اه وتصنت اخوتي هاد القضيه هاد المجرم، هذا مجرم ماشي مجرم حرب، هذا مجرم قصيرات. والامن ما دارش خدمته، المحكمه ما دارش خدمتها، واش هادشي كامل؟ وتما الطفله الصغيره تقول لكم في هادشي وتلقوه؟ واش هذا هو القانون؟ والله عاش سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا.